بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل شوطا من أشواط الصعوبة. الأبكار تعلن انطلاقتها بمدار الساد في صباح هذا اليوم. نتابع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول، الشاهينية صالح بن علي الصعري، المركز الثاني الشاهينية راشد بن سعيد بن سيف الرميذي، والمركز الثالث لحمد بن مسلم بن متعب العامري. هكذا النداء للأسماء المشاركة في هذا الشوط ومتنافسة على نيل الفوز والناموس. نسير وياكم ونتابع القايدة للمسيرة وماخذ المركز الأول منذ بداية الشوط، الشاهينية صالح بن علي الصعري. بسم الله، وبدت بالاستعراض، بدت بالانطلاق المميز. الصعري حضر الحضور المميز، حضر وفاز بأول أشواط القعدان، وفاء عفوا شوط الأبكار الأول وسجل التوقيت الأفضل 2:19 يفوز بأول أشواط الصعوب، وبعده يفوز بهذا الشوط وينفرد الانفراد التام بالشاهينية. المركز الثاني بعيد عنا مع راشد بن سعيد الرميثي، والثالثة لحمد بن مسلم بن متعب. نعود وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع اللي منفرده بالمركز الأول. هذه أمامكم الشاهينية صالح بن علي الصعري، الشاهينية انفردت المقدمة، الشاهينية انطلقت إلى الصدارة وبدون منافس على الأطلاق. يا سلام يا سلام، الرميثي يقترب، الرميثي يقترب شيئا فشيئا، لكن لم يثر على الشاهينية. الشاهينية منفردة، الشاهينية شارفت إلى النهاية، شارفت إلى نهاية هذا الشوط. تهانينا لصالح بن علي الصعري، نهنيه على فوز الشاهينية بالمركز الأول بهذا الشوط وبدون أي منافس على الأطلاق. صالح بن علي الصعري يحقق الفوز والانتصار. تهانينا لصالح بن علي الصعري على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني لراشد بن سعيد بن سيف الرميثي، الثالثة لحمد بن مسلم بن متعب. التوقيت 2:34.